السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأكارم في هذه السلسلة المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى. واليوم بإذن الله تعالى سوف نستمر في الحديث عن القيادة في محور المقاومة. طبعا كنا قد أشرنا في الحلقات الأولى أننا يعني سنتحدث بشكل مستفيض عن موضوع المقاومة، وفي جزئية المقاومة أيضا نحن بحاجة إلى الحديث عن موضوع القيادة نظرا لأهمية هذا الموضوع. في الحلقة الماضية كنا قد تطرقنا بشكل يعني يسير لأهمية النظر إلى النمط القيادي السائد الذي صنع مشروع المقاومة، واليوم سنحط الرحال بإذن الله تعالى حول يعني جملة من الصفات القيادية التي صنعت معجزة طوفان الأقصى. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخيل، مجرد التخيل فضلا عن أن ندرس معجزة طوفان الأقصى، دون الوقوف بشكل مستفيض وبشكل يعني فيه نوع من الروية ونوع من الدراسة للصفات القيادية السائدة التي كانت سببا مباشرا لا غبار عليه في صناعة معجزة طوفان الأقصى، بحيث أنك لو ذهبت لحذف أي صفة من هذه الصفات فإن هذه المعجزة يستحيل أن تحصل، يستحيل تماما، خاصة عندما تكون هذه الصفات ملتصقة بشكل مباشر في الجهات الفاعلة في مشروع المقاومة، ألا وهي القيادات. واليوم بإذن الله تعالى عندما نقف نحن أمام هذه الصفات، نحن لا نريد فقط أن نتحدث عن مجموعة من الصفات التي نتغنى بها نظرا لأنه مشروع المقاومة يعني أصبحت جزءا مهما فيه. نحن نريد يا إخواني هنا أن ننظر لهذه الصفات حتى نتمثلها، حتى تصبح هذه الصفات سائدة أيضا في مشاريعنا الأخرى، حتى نستطيع في نهاية المطاف أن نكرر هذا الطوفان، ونستطيع أن نصنع به معجزات أخرى مختلفة على ميادين مختلفة أخرى وأصعدة مختلفة تماما، وفي نهاية المطاف نستطيع أن نقلع حضاريا مع هذه الأمة مثل ما أقلعت غزة بهذا الطوفان الذي له أوجه متعددة، مثل ما أقول دائما، وليس فقط وجه عسكري مثل ما هو سائد أو مثل ما يراد له أن يسود. فأهمية دراسة هذه الصفات مهمة ومهمة جدا، وتأتي على رأس أولويات هذا المشروع الذي هو عبارة عن سلسلة علمني طوفان الأقصى. أول صفة من الصفات التي سنقف مليا معها هي صفة الجرأة. هذه الصفة يعني من غير المعقول أو من غير المتوقع أن تحصل على معركة طوفان الأقصى دون أن تتحلى القيادة أو جزء كبير من القيادات المباشرة لهذا المشروع بالجرأة. والجرأة في الحقيقة هي يعني صفة قيادية مهمة ومهمة جدا، ولسنا بحاجة إلى كثرة الكلام حول هذه الجزئية لنظر لأهميتها، لكن نحن نريد أن نبسط قليلا هذه الصفة ونوضحها للناس حتى يعرف أهمية هذه الصفة وحتى نتحلى بها أو على الأقل نمرن أنفسنا عليها. أول شيء لابد أن ننفيه منذ اللحظة الأولى هو أن الجرأة ليست هي التهور. التهور شيء مختلف تماما عن الجرأة، وليست هي أيضا الشجاعة. طبعا تتحدث عن الشجاعة بشكل مختلف. الجرأة هي ماذا؟ هي أنه أولئك القادة الذين لديهم جزء من المعطيات وليس كل المعطيات، الذين يريدون أن يضعوا كل المعطيات أمامهم في الطاولة وينظرون إليها بشكل لا غبار عليه، ثم بعد ذلك يتصرفون وفق هذه المعطيات. هؤلاء الناس لا يمكن أن يصنعوا معجزة يا إخوان. هؤلاء الناس يشترطون المستحيل. لماذا؟ لأنك لست اللاعب الوحيد في الساحة، لست أنت من يصنع الواقع. الواقع فيه كثير جدا من الخفايا، وفيه الكثير جدا من المتحركين والكثير جدا من الفاعلين، فلست وحدك على الطاولة. فأنت عندما تتوفر لديك جملة من المعطيات تشعر بأنك قادر من خلال هذه المعطيات لوحدها أن تتمم مجموعة أخرى من المعطيات، ثم بعد ذلك تصنع من خلالها إنجازا من نوع ما. فهذا تلك القفزة، تلك القفزة لا أقول في المجهول، ولكن قفزة بحاجة إلى إتمام، بحاجة إلى التعاطي مع الواقع لإتمام ما تبقى من المعطيات. يمكن أن نقدرها بثلثي المعطيات. ثلثي المعطيات لابد أن تكون موجودة أمامك، بعد ذلك الثلث الأخير يدفعك دفعا لاكتشافه في الواقع ولاكتشافه من خلال التفاعل مع هذا الواقع. هذه الصفة هي صفة الجرأة.
لا يتخيل أحد اليوم أن قادة المقاومة كانت لديهم كل المعطيات بشكل لا غبار عليه. صحيح في جزئيات معينة متعلقة ببعض العمليات العسكرية الدقيقة جدا أكيد عندهم معلومات بشكل مفصل، وهذه تدخل في الثلثين المعطيات، لكن هناك الكثير من المعطيات غير معروفة وغير دقيقة أو بين قوسين متوقعة. وتأتي هنا الجرأة، الصفة القيادية المهمة لكي تتمم هذا الموضوع ولكي تجبر هذا القيادي على أن يتخذ قرارات. لماذا؟ لأنه إذا لم تتوفر هذه المعطيات فإن الإنجاز مستحيل أن يتم، لأن هؤلاء القادة الذين يريدون كل شيء موضوع أمامهم في الطاولة ويطلبون من المخابرات ويطلبون من الجزئيات التي تشكل معهم مشروع المقاومة أن يأتيهم بكل المعلومات، فهؤلاء في الحقيقة يطلبون المستحيل. بل أن القيادي هذا قيمته المضافة أين هي إذن؟ إذا كنت تريد كل المعطيات أمامك فلا توجد أي قيمة مضافة، يستطيع أي شخص آخر أن يتصرف وفق هذه المعطيات. لكن عندما تتحلى أنت بالجرأة وبقدر هائل من اتخاذ قرارات جريئة فإنك مؤهل لأن تصنع ماذا؟ منك تحول التاريخ وتحول الجغرافيا وتصنع معجزة عظيمة. أما الذين مثل ما ذكرت يطلبون المستحيل فهؤلاء في الحقيقة في الغالب قد لا يحافظون حتى على مكتسباتهم الطبيعية. لذلك يا إخواني مسألة الجرأة مهمة ومهمة جدا في قياداتنا. نحن نريد أن تكون لدينا قيادات جريئة، ليس في الجانب العسكري فقط مثل ما أقول، وإنما في الجانب الإعلامي لدينا أيضا خطوات جريئة. بالمناسبة الجرأة هي ليست صفة دائمة، هي فقط قرارات معينة. قد تكون هذه القرارات مفصلية في لحظة زمنية معينة، ثم هذه اللحظة الزمنية المعينة التي يحدث فيها التردد والذي يحدث فيها الكثير من الخوف تأتي الجرأة لكي تكمل هذه النقطة وتصبح جزء من الواقع. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أو الصفة الثانية هي شجاعة. الشجاعة تختلف كثيرا عن الجرأة. بعض الناس يعتقدون أن الجرأة هي نفسها شجاعة، لا غير صحيح. الشجاعة قد تكون لديك المعطيات كاملة وقد ترى أن الموضوع واضح أمامك تماما، ومع ذلك بحكم أن هذا القيادي مع الأسف لديه جبن سواء ظاهر أو جبن خفي يمنعه من اتخاذ هذا القرار ويمنعه من اتخاذ يعني قرارات مفصلية من شأنها أن تصنع طوفان الأقصى مثل ما حدث مع قيادات الطوفان. هذه نقطة مهمة ومهمة جدا. القائد أو الذي نصب في قيادة من نوع ما الذي يتميز بالجبن لا يمكنه أبدا أن يصنع حضارة ولا يمكنه أصلا حتى الحفاظ عليها، فدائما الجبان يتخذ قرارات شبه يعني مفصول في نتائجها. وهذه صفة يستطيع أي إنسان طبيعي أي إنسان عادي أن يتخذها. أما الموقف القيادي أو المنصب القيادي يحتاج إلى قرارات شجاعة ويحتاج إلى قرارات جريئة مثل ما ذكرت. هذه نقطة مهمة ومهمة جدا نحتاجها في كل مؤسساتنا ونحتاجها في كل أحزابنا وفي كل دولنا وفي غيرها. النقطة الثالثة أيضا المهمة والمهمة جدا وأعتقد أنها مفصلية ولا يمكن أبدا أن نتوقع أن يحدث طوفان الأقصى دون أن تتوفر هذه الصفة، ألا وهي الحزم. صفة الحزم هذه يا إخواني صفة مهمة ومهمة جدا. لماذا؟ لأن الأيادي المرتجفة هذه التي تقدم قليلا وتتأخر ليس بسبب الجرأة غير موجودة وليس بسبب الشجاعة غير متوفرة، ولكن الحزم التردد موجود بشكل كبير وكثرة المعطيات أحيانا كثرة المعطيات أو كثرة المخارج أو كثرة الآراء تجعل الإنسان في تردد دائم. لذلك الإنسان القيادي بحاجة إلى حزم. هذا الحزم طبعا ليس مبني على التهور وليس مبني على يعني الانطباعية والنزقية والعنفوان المنفلت مثل ما يقال، وإنما بحاجة إلى قيادي حازم عندما يفصل في قرار معين لابد أن يتخذه. هذا بالمناسبة حدث في معركة طوفان الأقصى. لو لم يكن هناك حزم في صناعة الأسلحة لما أنجزنا هذه الأسلحة كلها عند المقاومة، ولو لم يكن هناك حزم في صناعة هذه الأنفاق التي هي في نهاية المطاف احتضنت كل هذه المعجزة لما استطعنا أن ننجز هذا الطوفان، ولو لم يكن هناك حزم في اتخاذ القرار واللحظة الصفر لانطلاق هذه المعركة لما أنجزنا هذه الأمور كلها.
لا يتخذها هذه القرارات المفصلية والحازمة. لا يستطيع القيادي المرتجف أو الضعيف أو يعني بين قوسين منهار الشخصية أن يتخذ قرارات مفصلية. نحن لا يا إخواني علينا أن نتذكر ولا يعني لا ينسينا الكلام هذا، لا ينسينا أن نتحدث عن معجزة حقيقية غيرت التاريخ والجغرافيا معا، بل استطاعت هذه المعجزة يا إخواني أن تغير مفاهيم فكرية وفلسفات عميقة وقيم أخلاقية كبرى، ليس فقط في المحيط الذي وقعت فيه هذه المعجزة وإنما في العالم برمته. ولذلك نحن عندما قلت في البداية ولازلت أقول لهذه اللحظة، عندما نقف أمام هذه الصفات وندرسها، نحن لا ندرس يعني بين قوسين، نحن ليس لدينا فضلة وقت نتحدث عن قضايا ثقافية. هذه ليست قضايا ثقافية يا إخوان، هذه مفصل تاريخي، هذا يعني بين قوسين مستقبلنا وحاضرنا، نحن بحاجة إلى أن ندرسه بهذه العناية، ولابد أن نقف مليا أمام هذه الصفات ونمرن قياداتنا وأنفسنا عليها حتى نستطيع في وقت لاحق بإذن الله تعالى أن ننجز جزء من هذه الصفات وننجز جزء من. طبعا ليس مطلوب منا جميعا أن ننجز طوفان مثل طوفان الأقصى، لكن على أقل تقدير، على أقل تقدير نستطيع أن ننجز إنجازات تحاكي الطوفان، وليس طبعا مثل ما أقول دائما في الجانب العسكري وإنما في جوانب أخرى. فالقيادات، أتوجه بشكل مباشر للقيادات في مختلف المؤسسات، في أعلى رأس الدولة إلى مؤسسات بسيطة حتى وإن كانت فردية، حتى وإن كانت في عائلة بسيطة، نحن بحاجة إلى هذه الصفات وأن نقف معها مليا وأن نتخذ من هذه الصفات نبرس لنتعلم ولكي نحتذي بها. من الصفات المهمة والمهمة جدا الصبر. هذه الصفة لا أتوقع على الإطلاق أنه يأتيك قيادي يعني مرتجف سريع جدا يريد كل الإنجازات أن تحدث في لحظات ما. هذا القيادي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصنع، طبيعي قد يصنع شيء جزئي في لحظة زمنية معينة، طبيعي أنه يستغل ظرف معين أو قدرات معينة أو شيء من هذا القبيل وينجز إنجاز من نوع ما، لكن أن تنجز طوفان مثل طوفان الأقصى هذا لا يمكن أبدا أن ينجزه المستعجلون. فلذلك المقاومة لما نظرت إلى الأرض استفزت المقاومة كثيرا وأقحمت إقحاما في معارك، ومع ذلك رفضت الدخول فيها وصبرت، وهذا مثل ما يسمى بالصبر الاستراتيجي، أن القيادات التي تعد بشكل جيد وتعرف بشكل جيد متى هي لحظة الصفر التي تنطلق بها بمشاريعها، وتعرف بشكل جيد متى تتخذ القرارات الشجاعة والقرارات الجريئة والقرارات الحازمة، هي بحاجة إلى شخصية لديها من الصبر الشيء العجيب والغريب الذي نراه نحن اليوم. نحن اليوم أصلا رغم أننا نتفرج من خلال التلفاز ونتفاعل من خلال الهواتف، ومع ذلك ليس لدينا صبر، يعني قراراتنا نقول لو كنت مكانه لاتخذت كذا وكذا. واضح جدا أن هؤلاء غير مؤهلين على الإطلاق لأن ينجزوا إنجازات عظيمة مثل معركة طوفان الأقصى، لكن القيادات هذه التي صنعت هذا الطوفان استطاعت بهذا الصبر الاستراتيجي أن تنجز ما لا يستطيع كل الناس أن ينجزه. ولذلك مثل ما قلت أنا أن هذه المدرسة يا إخواني نحن لسنا هنا لكي نمجد فقط، يعني لكي نقول أنه هم صابرون ونخرج بخفي حنين من هذه الصفات أو بهذه الدروس، وإنما نريد أن يعني نفتح صفحة جديدة مع ذواتنا كأفراد وصفحة جديدة مع مشاريعنا المؤسساتية والحزبية والدولية وغيرها، ونمرن أنفسنا على هذه الصفات بشكل مباشر. النقطة الأخيرة التي يعني في هذه الحلقة التي سنقف معها، وطبعا ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الصفات لابد أن نقف معها، ولكن في هذه الحلقة سنتوقف مع مسألة الهمة العالية. لا يمكن بأي حال من الأحوال للقيادات التي تنظر تحت رجليها، يعني أو الناس الذين نصبوا قيادات سواء كانت قيادات تنفيذية أو قيادات يعني بين قوسين استراتيجية، لا يمكن لهؤلاء إذا لم تكن لديهم همة عالية. هذه الهمة يا إخواني هي التي تمكنك من اتخاذ قرارات جريئة، وهي التي تمكنك من اتخاذ قرارات شجاعة، وهي التي تصنع منك شخصية حازمة، وهي التي تجبرك على التعلم الصبر بشكل كبير. لماذا؟ لأنه تخيلوا إنسان همته فقط هي إدارة،
إدارة يعني حزب أو إدارة مؤسسة أو إدارة يعني وزارة أو شيء، همة في الحضيض. طبعا لا أتحدث عن الناس عندهم يعني همة أقل من هذا بكثير. هذه الهمم لا تصنع التاريخ، ولا يمكن أبدا أن ترسم الجغرافيا. لكن تخيلوا معي قيادي همته أن ينظر للواقع المظلم المحيط بالقضية الفلسطينية، ومع ذلك همته أن يحرر كل أرض فلسطين، وهمته أن يحرر كل البشرية من هذا الطغيان ومن هذا النظام العالمي المستبد الذي ينظر للشعوب الأخرى على أنها مجرد عبيد. هؤلاء الناس لديهم همة عظيمة وعظيمة جدا. هذه الهمة هي التي تحفزهم إلى أن ينجزوا هذه الإنجازات، وهي التي تصنع منهم رجال. عندما تنظر إلى أجسامهم لا تجد شيء، ناس عاديون جدا يعني. لكن الهمة العالية هي التي، وبالمناسبة أريد أن أركز هنا، هذه الهمة لو كانت عند قيادي فقط أو قياديين فقط لا تستطيع أن تصنع هذا النمط العظيم من الإنجاز أو هذه المعجزة الكبيرة، وإنما هي همة موجودة عند طبقة كبيرة جدا من القيادات. ولذلك أنا في الحلقة الماضية ركزت بشكل كبير عن القيادات الشبكية. القيادات الشبكية لابد كلها أن تتميز بهذه الصفات التي تحدثنا عنها. وبالمناسبة نحن هنا لا نحثهم، نحن هنا لا نحثهم يا إخوان تذكروا هذا، لا نحثهم على أن يتحلوا بهذه الصفات. نحن هنا نبحث بشكل مباشر كيف استطاعت هذه الصفات أن تصنع معجزة طوفان الأقصى. معنى ذلك أن المعجزة حصلت، ثم بعد ذلك نحن نبحث عن الصفات القيادية التي كانت أسبابا موضوعية وتلقائية وطبيعية لإنجاز هذه المعجزة. هذا لابد أن نتذكره. طبعا مزيد من الصفات سنتطرق إليه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة والتي تليها، ثم بعد ذلك نختم موضوع الصفات على أمل أن نلقيكم في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.